كابتن شريف، ضاع مننا مكسب اكيد طبعا. يعني بعد ما بتجيب جول في اول تاني تايم وتفوق عددي وتفوق في خط ال 18، وكنا قاعدين كلنا بنتكلم بنقول لازم نعزز الجون ده بهدف دلوقتي عشان ما نبقاش في قيل وقال يعني، وده اللي حصل في اخر المباراه. يمكن كنا احنا قاعدين بنتكلم خالد جلال عامل اربع خمس تغييرات منهم ثلاث تغييرات هجوميه، يعني ما ليه بتدي فرصه انت انك انت يبقى في حد معاك في الجيم يعني؟ وانا قلنا قبل كلنا قلنا قبل الماتش انت اللي بتدي فرصه للفريق اللي قدامك ان هو معاك في المباراه، او انت بتدوش فرص خالص، انت اللي بتتحكم وانت اللي بتلعب كرتك الطبيعيه اذا كان على الاطراف او من النص او من خلال الهجمات او الكرات الطويله. في حاجات كتير قوي النهارده الحقيقه وضحت لنا ان الغيابات كلها وضحت جدا، وضحت تماما اللعيبه اللي غابت النهارده عنك ان هي ليها تاثير مباشر، وان اللعيبه اللي هي لعبت النهارده بقالهم كتير قوي ما دخلوش جوه الجيم، فما كانش فيه الاداء اللي هو يقدر يخليك تجيب جول واثنين وثلاثه. حاول موسيماني ان هو يعمل تغيير يقفل نص الملعب بديانج، مبقاش كنت حاسين زي ما بقول لك النهارده انا مش شايف هويه، يعني مش عارفين احنا بنقفل دفاعين كويس قوي بنهاجم كويس جدا، مفيش الانتظام ده في الملعب، مفيش الترتيب ده في الملعب، مفيش احساسك كنت قاعد خلاص الملعب اتفتح تاني، بقت ممكن اي هجمه الناحيه التانيه تقدر تتلعب عرضيه اي حاجه عشوائيه ممكن تصيبك، وده اللي حصل. انك انت الكوره عاليه جدا لازم علي لطفي كان يشوفها من بعيد جدا ويتعامل معاها احسن من كده. صحيح. علي معلول لازم كان يكون عنده اكتر من رقابه احسن من كده، الاثنين اللي في النص دول لازم كان يطلعوا تكف حتى يخيلوا الراجل اللي هو طالع لوحده ده جوه منطقه السته، وده ممنوع يعني ان جوه واحد في منطقه السته واحد ينط لوحده كده ويجيب كوره بدماغه يعني. هارد لك التعادل ده، كان ليك هجمتين في اخر ثانيه او في اخر دقيقتين تقدر تخلص المباراه. طب الاداء ده كان لازم يبقى موجود في المباراه من اول دقيقه. الشكل اللي انا شفته اخر اربع خمس دقائق ده لازم الحماسه دي ولازم الشكل ده والتحركات دي. اتنين ضربوا في بعض من الحماسه خبطوا تعور منهم مروان. حاجات كتير قوي بنستفيد منها في الحالات اللي احنا بنفقد فيها النقاط دي، انما معلش هارد لك وقدر الله ما شاء فعل. ودايما احنا كده بنرجع من مباراه كاس كبيره من فوز كبير ما بيبقالناش حظ غير التعادل يعني. الحمد لله.